للأسود مخالب قوية جدا، فبعد تسللها خلسة خلف فريستها تهاجمها بسرعة، ثم تقفز عليها وتقوم عادة بقتلها بعضة في رقبتها، ثم تقوم بتمزيقها بعد تثبيتها بمخالبها القوية. ورغم سمعة الأسود الشرسة، إلا أنها حيوانات كسولة تخلد إلى الراحة لعشرين ساعة تقريبا يوميا، وتعمل على حك أجسامها ببعضها البعض لنقل روائحها، وهذا يساعد أفراد المجموعة الواحدة على التعرف على بعضها البعض. تلعب الأسود عندما تكون سعيدة، ولتأكيد حيازتها لمنطقتها تبدأ بالزمجرة، ويمكن سماعها من على بعد 8 كيلومترات. ورغم أن الأسد يعيش في المناطق المفتوحة، إلا أنه ليس الحيوان السري. هناك قطط أخرى تقطن أفريقيا،